وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما المراد بالاعتداء آنذاك؟ قال بعض العلماء: كانت هذه الآية في حينها، لا تقاتل إلا من يقاتلك، لأن الله قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك أمرنا بالفتوحات والغزوات. قال آخرون من أهل العلم: إن الاعتداء يتمثل في قتال من لم يقاتل من النساء، لا تقتل النساء، لا تقتل الولدان، لا تقتل الشيوخ الكبار، لا تقتل النسوة العجائز. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض المغازي فقال: سبحان الله، ما كانت هذه تقاتل. فهذه إحدى صور الاعتداء، أن تقاتل من لم يقاتل كالشيوخ الكبار والنسوة العجائز والأطفال والرضع والنساء اللواتي لا يقاتلن. وصورة أخرى من الاعتداء وهي التمثيل بالمقتولين، تقتل وبعد أن تقتل تمثل بأجسامهم. من صور الاعتداء في القتال أن تقاتل أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية، فإذا دفعوا الجزية فليس لك حق في قتالهم. من الاعتداء التخريب، قتل الحيوانات التي لا ذنب لها، تقتل الأبقار، تسمم، تخلع الزروع، تحرق الثمار، إلى الاستثناءات التي وردت للرسول عليه السلام في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها قائمة على أصولها فبإذن الله. فقتل الحيوانات وحرق الثمار كله من الاعتداء، تقطيع الأشجار إلى غير ذلك. ومن صور الاعتداء أيضا من صور الاعتداء الغدر، الخيانة. فالغدر والخيانة ليس في ديننا، ليس في ديننا. قتل السفراء، فالرسل لا تقتل. والرسول عليه السلام لما جاءه رسول مسيلمة الكذاب تكلم بكلام كفري، أعني رسول مسيلمة، وأقر لمسيلمة بأنه رسول، ولكن لم يقتله الرسول عليه السلام. ورد في أحاديث تحسن بمجموعها أنه قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، ولكن تركه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض صور الاعتداء التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، إذ قال: ولا تعتدوا.